فما صياغة مضحكة بالنسبة للفصل المتعلق بحق الشغل. العمل حق. انتبهوا هنا للصياغة يعني الطلبة تاع قانون، وانتبهوا معايا للصياغات. كيفاش نجموا نلتفوا على حق أساسي من حقوق الثورة؟ حق التشغيل مسألة أساسية. الشعار الأساسي اللي ترفع في الثورة التشغيل استحقاق لعصابة السرداب. هكا ولا؟ العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة. لا تفهموا معنا شنو هذا. أولا مش بين كل عمل ما يكونش التشغيل ولا الشغل. ماهوش صدفة. لما نقول العمل حق لكل مواطن، العمل حق مش التشغيل حق. العمل نتخبر يعني انه تحب تخدم. العمل حق، عندك حق تخدم، يعني العمل يتحول الى حريه، ما عادش حق. سي تو ليبرتي، سي با دوا. تحب تخدم شكون شتم. العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدوله التدابير الضروريه. شرط التدابير الضروريه ما عادش تضمن، مش باش تضمن العمل ولا التشغيل، لضمانه في ظروف لائقة وعادلة. يعني حتى بذل الجهد مش باش تلقى الخدمة للناس، وإنما اللي يلقى خدمة حر أنه يخدم، والدولة تسعى أنها توفر ظروف لائقة للعمل. هذه الصيغة فيها زوز التفافات.